مرحبا، اسمي جوانا رفيدي من مدينة رام الله. بدي أشارككم لوحتنا في البيت لكامل المغني اللي رسمها سنة 1990 بالانتفاضة الأولى، الفترة اللي قرروا فيها الفلسطينيين الفنانين وزي كل قطاعات الشعب الفلسطيني مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وتمثلت هاي المقاطعة باستخدام موارد طبيعية فنية. الكامل المغني من مدينة غزة. مدينة غزة معروفة بجمال بحرها وجمال الرمل اللي فيها، وكان الرمل هو المادة الأساسية اللي استخدمها في رسم لوحاته. لون هاي الرمال ورسم فيها من أجمل اللوحات، وكانت هاي اللوحة من أحد اللوحات اللي كانت في هذاك المعرض. لازم احكي لكم قصتنا احنا مع هاي اللوحه. لما رحنا على هذا المعرض وقررنا نشتري اللوحه، فكرنا هيك للحظه انه احنا بدنا عندنا اولاد وبدنا نعملهم غرفه نوم، وعندنا هاي اللوحه المدهشه اللي مش قادرين نقاومها، طب وين ايش اللي بدنا نعمله؟ رجح ميزان اللوحة، لأنه فكرنا مش كل يوم في لوحة مدهشة نشتريها، بس ممكن يكون في غرفة للأولاد في أي وقت تاني. وهذا ما كان، وصارت هاي اللوحة موجودة بالبيت عندنا في غرفة القعدة اللي إحنا بنستخدمها دايما موجودة معنا، وهي جزء من العيلة، فهي صارت جزء من هاي العيلة من هداك الوقت. وكل ما ننقل من بيت لبيت ناخذها معنا وتكون موجودة في الغرفة اللي أكثر استخدام في البيت. هاي اللوحة اسمها دوام الحال من المحال، اللي في حينه لما شفتها أنا وزوجي كانت بتعبر عن جزئين، جزء مظلم وجزء مشرق، والحال إنه يستمر بالظلمة وبالإشراق، مش الدعوة اللي كان بيقولوا إنه لا، هذا الحال مش رح يستمر، وبالعكس القدس اللي هون مشرذمة ومكسورة رح تتحول متكاملة وشامخة وأعلى من هذا المحل الواطي، رح تصير أكثر فيها أمل وتفاؤل. وكان بدعي لهذا الحكي بهاي الجملة اللي محطوطة بالجنب هذا اللي بتحكي فيه: غدا تشرق الشمس يا وطني. وصراحة احنا لسه بنستنى بهذا الغد اللي تشرق فيه الشمس على وطننا. حبيت بس أشكر مؤسسة عبد المحسن قطان لهي المبادرة، إنها هي فعلا فكرة إنها تحول اللوحات اللي على الحيطان لمعرض متكامل لناس كتير يشوفوا لوحات بدون ما يضطروا يدفعوا مصاري عشان يشوفوا اللوحات الموجودة في المعارض أو المتاحف الكبيرة. هذه فكرة كتير مميزة عشان تفرجي الناس اللوحات الموجودة في المحلات المختلفة. شكراً.